مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في الفقرة الثانية من برنامج حلم وفكرة. في الحقيقة أن حلقتنا النهاردة في أو الفقرة بتاعتنا النهاردة هتكون مختلفة شوية، لأننا حابين أن احنا نتكلم فيها مباشرة مع حضراتكم. بس اسمحوا لي في البداية أرحب بزميلتي نسوة. أهلا وسهلا بك يا نسوة. أهلا بك يا إيمان، وأهلا بكل السادة المشاهدين، نورتونا النهاردة وسعداء أن احنا بنلتقي بكم مرة تانية من خلال برنامج حلم وفكرة. وموضوعنا النهارده هو فعلا موضوع مهم، هو هنتكلم فيه عن الشارع المصري وسلوكيات واخلاق الشارع المصري، وهنتكلم برضو يا ترى التغير الاجتماعي في سلوكيات واخلاق الناس في الشارع مرتبط، يعني هو السبيل لبقاء ونمو المجتمع، ويا ترى التغير الاجتماعي ده مرتبط بالتغير الثقافي للناس وللشارع واللي حاصل في الشارع ولا لا؟ وده اللي هنعرفه إن شاء الله من خلال فقرتنا النهارده. زمان كنا استحالة نلاقي الجار بيسيء لجاره، أو بنلاقي الصديق يتنقل لصديقه. زمان كان استحالة إن احنا نلاقي أب أو أبناء إن هم يأذوا آبائهم أو يقولوا لهم لفظ خارج مثلا أو يضايقوهم بأي لفظ. كان استحالة نلاقي مواطن بيخون وطنه، وكان استحالة نلاقي غني مش بيساعد فقير أو شاب مش بيساعد عجوز. لكن في الوقت الحالي القيم للأسف اتبدلت، وكان وبقى مش كل واحد عارف اللي ليه واللي عليه زي ما كان بيحصل زمان. زمان كان كل واحد بيبقى عارف ايه اللي ليه وايه اللي عليه، عشان كده كان المجتمع عايش في سلام وفي أمان وما كانش فيه أبدا مشاكل. فعلا يا إيمان، يا فعلا السنوات الأخيرة اللي احنا مرينا بيها شهدت تغيرات كتير في قيم وأخلاق المجتمع المصري. يعني دلوقتي في أصبحت القيم المادية ليها الأولوية في حياة الناس، قلت معايير الثقة ما بين الناس، بقى في فرق كبير قوي ما بين القول وما بين الفعل، اختفت أو تقريبا انقرضت قيم كتير في حياة الناس، مثلا زي غياب القدوة، عدم التمسك بالكرامة، عدم احترام الكلمة. كل دي كانت قيم جميلة في حياتنا، دلوقتي تقريبا ما بقتش موجودة أو على الأقل اختفت بطريقة معينة. طبعا مش هننسى، طبعا ما نقدرش ننسى دور أو غياب الرقابة وضعف المنظومة التعليمية والمنظومة الصحية، ده كله طبعا من والتربوية، طبعا المنظومة التعليمية والتربوية والصحية، ده كله طبعا من العوامل اللي خلقت تقريبا مجتمع جديد، أو حصل أو نشأ تغير اجتماعي في أخلاق وسلوكيات الناس. ده غير طبعا ان في انواع جديده ظهرت من انواع بعض الجرائم، طبعا الجرائم اللي احنا مش متعودين عليها ومش معتاد عليها الشارع المصري، زي القتل بانواعه طبعا، وظهرت حالات كتير غير مفهومه وغير يعني غير مقبوله. طبعا هو غير مقبول عموما، بس بتبقى في انواع معينه كده بنبقى احنا نفسنا مش قادرين نتفهمها ومش قادرين نوصل ده حصل ازاي. ده طبعا غير انهيار المبادئ، حاجات كتير قوي طرقت على الشارع المصري ولحد دلوقتي. يعني احنا بنحاول نفهم معاكم او نفهم ازاي كل ده حصل في الشارع المصري. ايه رايك يا ايمان في الكلام ده؟ طبعا كلامك صح يا نشوى، وما ننساش كمان دور الاسره، لان الاسره للاسف الاباء والامهات كلهم انشغلوا بالكسب المادي وانشغلوا بالحياه ودوامه الحياه عن اسرتهم، فلقينا دلوقتي مفيش رقابة من الأسرة على أبنائهم، سواء بيتابعوا إيه على وسائل التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا عامة، وبرضو بيتابعوا إيه الأبناء عن على التلفزيون والشاشات الفضائية. طبعا لازم الرقابة دي كانت تبقى موجودة من الأسرة أو من الأهل. كمان للأسف ما بقاش فيه قدوة حسنة، كان زمان الأب بيبقى ليه قدوة حسنة، كان الأب دوت ليه هيبة، كانت كلمته مسموعة، والأم كذلك. قال الشاعر أحمد شوقي: الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. وكمان قال إيه؟ قال لنا إن إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فلازم إن إحنا نحاول نرجع القيم دي، لأن للأسف إن الأسرة خلاص دورها تلاشى، ما بقاش يزرعوا في أولادهم القيم والمبادئ ويربوهم التربية السليمة والنشأة السليمة على القيم بتاعتنا بتاعت زمان والعادات والتقاليد بتاعت زمان والنشأة الدينية والنشأة الأخلاقية للأسف. فياريت نحاول نفكر في المواضيع دي كلها ويرجع دور الأسرة زي الأول. طبعا هو ما فيش شك طبعا أن دور الأسرة ودور النشأة مهم جدا في كل حاجة، وهو أساس المجتمع وأساس
نشأة المجتمع وصلاح المجتمع واستقامة المجتمع. في برضو نقطة تانية إيمان، مثلا يعني في مقولة بتقولك الكتاب الجيد يحرر الذي يقرأه، أما التلفزيون الجيد فيعتقل الذي إيه، أو يعتقل الإنسان. بمعنى ان يعني مثلا طبعا احنا عارفين طبعا ان موضوع الشاشه والدراما التلفزيونيه تقريبا بقت يعني ناس كتير قوي او معظم المجتمع بقى اسرى للشاشه وللدراما التلفزيونيه. احنا ما عندناش طبعا مشاكل في موضوع الدراما الجيده اللي بتعرض نماذج كويسه او بتعرض موضوعات هادفه او موضوعات طبعا كويسه، لكن طبعا احنا عارفين ان ممكن يكون ليها برضو من الجانب الاخر، يعني معظم الأعمال اللي بتقدم الصور السيئة للمجتمع. فهنا احنا مش عارفين، يعني هو فرضه في جدل هنا ما بين ايه، مين اللي بيأثر على مين، الدراما ام ولا المجتمع؟ يعني مثلا الدراما بتعكس فعلا واقع حقيقي احنا بنعيشه، والواقع اللي بيعيشه فعلا الشارع او المجتمع المصري، ولا يعني الدراما هي اللي بتتأثر باللي موجود في الشارع او باللي موجود في الواقع. فهنا دلوقتي احنا برضو احنا يعني طبعا الدراما احنا عارفين ان هي بتعرض، يعني سواء مثلا انتشر فيها في الفترة الأخيرة مشاهد طبعا غير مقبولة في المجتمع وجديدة علينا، جديدة على عاداتنا وتقاليدنا وأخلاقنا المصرية والعربية الأصيلة، انتشار العنف، انتشار البلطجة، الشغب، انتشار طبعا المخدرات وطرقها وكل الكلام ده. فطبعا احنا لو هنقول ان ده بيعكس الواقع، فايه المانع ان انا برضو اقدم النماذج الكويسة اللي فيها قدوة كويسة، اللي فيها قدوة حسنة، اقدم النماذج طبعا اللي ما بقاش فيها تناقضات، بحيث ان انا احاول ان انا اعلي من ذوق المشاهد شوية. لان طبعا احنا عارفين ان المسلسلات خصوصا هي اللي يعني بتأثر كتير جدا على أذواق الناس وعلى تشكيل وعيهم وعلى تشكيل فكرهم. فهنا بيبقى دور مهم جدا للدراما، يا ريت يبقى في وعي أكتر من كده، ويبقى في رقابة على الأنواع اللي بتتقدم للناس. لأن طبعا احنا عارفين إن الدراما التلفزيونية اللي بتعرض فيها مش يعني مش كل اللي بيصلح للسينما يصلح إن هو يكون للدراما التلفزيونية، لأن الدراما التلفزيونية بتخش كل البيوت وبتخش لكل الناس وبتخش لكل الأعمار. فياريت ان احنا يبقى في رقابة اكتر من كده، يبقى في اهتمام اكتر من كده، بحيث ان ايه، ان انا بدل ما انا اعرض واقع بخلي الناس ان هي تتأثر بيه وبتحاول انها تقلده، لا انا ممكن ياريت اعرض نماذج كويسة واعرض حاجات كويسة، بحيث ان انا اغير في أذواق الناس او اغير في وعيهم واغير في تفكيرهم وانمي وعيهم وادراكهم للافضل وللاحسن. تمام، احنا اتكلمنا كتير عن المشاكل واتكلمنا عن الاسباب اللي ادت الى انحطاط الاخلاقي او السوء الاخلاقيات اللي موجوده في المجتمع، لكن ما عرفناش ايه هو الحل. لازم كمان ننوه ونفكر ان احنا لازم نفكر في الحلول للمشاكل دي، وازاي نغير مجتمعنا ونرجع لعاداتنا وتقاليدنا بتاعت زمان واخلاقنا اللي احنا اتعودنا وتربينا كلنا عليها من واحنا صغيرين. طيب عشان نغير المشاكل دي ونحاول نرجع للعادات والأخلاقيات بتاعت المجتمع المصري اللي احنا عارفينها كلنا، لازم نبدأ بنفسنا. كل أسرة تبدأ بنفسها وتحاول تغير من أولادها وتحاول تأسس نشء جديد، سواء في البيت أو في المدرسة أو في الأسرة. الأب أو الأم لازم إن هم يفكروا إزاي يأسسوا أولادهم صح، إزاي يربوهم تربية سليمة، إزاي كل أب أو كل أم يخصصوا مثلاً، الام لو مثلا مش بتشتغل ممكن هي تقعد مع اولادها بالنهار، تتكلم معاهم، تعرفهم ايه الحاجات الكويسه اللي المفروض يتكلموا فيها، ايه الحاجات اللي مش كويسه المفروض اللي ما يتابعوهاش، ويعرفوا الاولاد ده ويفهموهم ان دوت كله لمصلحتهم. لازم كمان الاب لما بيرجع من عمله مثلا في الفتره المسائيه يقعد مع اولاده يتكلم معاهم، يعرفهم ايه السلبيات اللي موجوده في المجتمع، ويعرفهم يعني ايه اصدقاء سوء، وان المجتمع ده ممكن يضرهم سواء بقى في الإعلام أو في المدارس أو في أي مكان، سواء حتى لو عن طريق قصص مثلا معينة ممكن يحكيها الأب أو تحكيها الأم لأولادها، تعرفهم منها القيم والعادات السليمة ونتيجة الحاجات التصرفات السيئة اللي بيمارسها الإعلام أو الحاجات اللي هم بيشوفوها عامة في الدنيا عامة خارج المنزل. فلازم نبدأ بنفسنا عن طريق الأسرة، لازم يبقى في قدوة حسنة، لازم في أمثلة كويسة جدا
يقولها الأب ويقولها الأم لأبنائهم. وكمان الإخوات الكبار لازم يعلموا إخواتهم الصغيرين ويربوهم تربية إيه سليمة، ويربوهم تربية جيدة على الأخلاق وعلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أخلاق الصحابة والصحابيات أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. فلازم نبدأ من الأسرة ويليها بقى بقية الأدوار طبعا في الأماكن التانية سواء في المدرسة أو الإعلام أو غيره. فعلا يا إيمان عندك حق، زي ما احنا برضو بنقول الأسرة هي النواة وهي أساس فعلا المجتمع الصالح، إذا صلحت الأسرة صلح المجتمع كله. ما تنسيش كمان موضوع، أنت عارفة التطبيقات الغريبة اللي بقت موجودة دلوقتي في السوشيال ميديا، يعني احنا دلوقتي هو طبعا احنا عارفين كل حاجة في المجتمع سلاح ذو حدين يعني، بس احنا برضو فعلا مهم، أو النقط اللي أنت قلتيها مهمة جدا بالنسبة للأسرة إن هي تخلي بالها جدا من المواضيع دي، خصوصا التطبيقات اللي الولاد دلوقتي بقى يتجهوا ليها بطريقة غريبة جدا، وبقت مسيطرة على تفكيرهم وعلى عقولهم وعلى سلوكياتهم، وفعلا بتحصل يعني احنا بنشوف فيها حاجات فعلا ما تعودناش عليها قبل كده وما شفناهاش قبل كده. ده في كمان غير في كتير طبعا من الدراسات، او كشفت كتير من الدراسات مؤخرا او في السنوات الاخيره او العقود الاخيره عن التحولات اللي حصلت على الشخصيه المصريه، يعني دلوقتي الشخصيه المصريه نفسها بقى فيها تحولات يعني غريبه ما كناش معتادين عليها قبل كده، ان هي بقت اكثر سلبيه، بقت شخصيه عدوانيه، بقت اقل ثقه بالنفس، بقى في اعتماد اكتر على الاخرين، تضخيم الذات يعني. فكل دي طبعا احنا بنقولش ان دي ما كانش موجود خالص، لكن دلوقتي احنا بنقول ان الحاجات دي بقت هي السمه اللي ظاهره حاليا في المجتمع المصري وباكتر وبزياده يعني. طبعا وطبعا ما ننساش برضو ان احنا حتى في الاتجاه يعني ناحيه كل ما هو مشروع او غير مشروع، علشان مثلا ان انا اوصل لاهدافي او ان انا استخدم كل الوسائل المشروعه ان انا في مجال العمل او في مجال حياتي او في مجال، بغض النظر بقى يعني ده كمان اظهر لنا يعني او حاجات كده ما كانت كتير يعني بطريقه اكبر وبصوره اكبر، اللي هي القيم، التملق، النفاق، ان انا احاول اوصل لاهدافي عن طريق الحاجات دي بغض النظر عن الكفاءه في العمل. طبعا احنا كل اللي هنقدر نقوله، طبعا احنا بنتمنى طبعا كل الخير للناس وللشارع المصري ولكل اهلنا ولكل الناس، فما نقدرش نقول غير ان ارساء قيم العداله الاجتماعيه، المساواه، الحريات، التوسع في التعليم، تصحيح المنظومه التعليميه والمنظومه الصحيه، كل ده يعني من شانه ان هو فعلا يوصل يقدر يوصلنا ان احنا نقدر نوصل للمجتمع اللي احنا بنتمناه طبعا لينا كلنا. وطبعا تحقيق كل ده يعني بيديني الفرصه او بيخليني اقدر اعمل ازاله للحواجز الفاصله ما بين الطبقات، يعني فهماني دلوقتي احنا طبعا عارفين المجتمع دلوقتي يا اما فوق قوي يا اما تحت قوي، حتى الطبقه المتوسطه دي تقريبا انقرضت ما بقتش موجوده، اللي هي كانت بتتمثل يعني بالبساطة وبالقيم الجميلة والأخلاق الجميلة والعادات والتقاليد اللي كلنا عارفينها دلوقتي. فكل اللي احنا بنقول عليه ده من شأنه ان هو يعني يزيل الفواصل الحاجزة ما بين الطبقات المختلفة وبين الطبقات وبعضيها، وكمان ممكن كمان يقدر يعمل على يعني الحفاظ على النسيج المجتمع، يعني فهماني يا ايمان؟ يعني احنا نقدر نحافظ ان احنا نرجع تاني يكون في المجتمع بتاعنا في يبقى نسيج متجانس، يبقى نسيج متماسك، نحافظ على القيم، على قيمنا، على عاداتنا، على تقاليدنا، على ثقافتنا، بلاش الهروله يعني ورا كل ما هو اجنبي، ورا كل ما هو غربي. احنا ما بنقولش ان احنا ننفصل، لكن ناخد بالنا كويس قوي ايه اللي احنا ناخده اللي يناسبنا ويناسب عاداتنا وتقاليدنا، وايه اللي هو ما يناسبناش كمجتمع شرقي وكقيم مجتمعيه مصريه عربيه اصيله. يا ريت يعني نحاول ان شاء الله يعني نناشد كل اللي معني سواء بالمنظومات في المجتمع اللي يعني من شأنها تصلح من دور الأسرة، تصلح من المنظومة التعليمية، تصلح من المنظومة الصحية، أي حد معني بده يا ريت يعني نحاول كده نبقى فيه تكاتف، يبقى فيه تماسك، يبقى فيه خطة مجتمعية متواصلة مرتبطة ببعضها، علشان نقدر نوصل بالمجتمع
او حتى نرجع له القيم الجميله بتاعت زمان والزمن الجميل زي ما بيقولوا. وخصوصا طبعا احنا اللي مظلوم معانا دلوقتي الاجيال الجديده، يعني يعني جيل الشباب. طبعا جيل الجديد وجيل الشباب ده اللي اتربى على حاجات طبعا دلوقتي كله دلوقتي الفيسبوك والتيك توك التيك توك والانستجرام والحاجات الايه السوشيال ميديا عامة. السوشيال ميديا عامة برضو انا زي ما احنا قلنا احنا ما بناخدش، يعني هي مش كلها وحشة، لكن للأسف انت زي ما قلتي قبل استغلالها كده غلط او الاستغلال طريقتها غلط، غلط، غياب الرقابة برضو، غياب دور الأسرة بيخلي الجيل دلوقتي بقى جيل غريب، يعني حتى في تفكيره في ألفاظه في تصرفاته في سلوكياته. فياريت نعزز دوت ونرجع تاني زي زمان بإذن الله. يعني تمام، عندك حق يا نسوة. كمان ما ننساش أهم دور هو دور الصحافة والإعلام والقنوات التلفزيونية، دي أهم عامل من عوامل اللي تقدر تصلح لنا المجتمع وترجعه زي زمان. بس طبعا الكلام ده لو في إرادة وفي قوة حقيقية للتغيير. لازم الإعلام إن هو يقدم أولا ما يتهاونش مع أي حد بيقدم فساد أخلاقي في المجتمع. ما ينفعش إن أنا أعرض على شاشة التلفزيون بتدخل كل بيت وكل أسرة فساد أخلاقي، مثلا إن تجرأ الزوج إن هو يهين زوجته، تخلي الست مثلا تتنمق من عيشتها ودايما تعترض ودايما تقول لا أنا أتعامل بالند وكذا وكذا، ونلاقي خراب كتير جدا في كل الأسر للأسف. وما نلاقيش مثلا حد بيقدم بلطجه وحاجه زي مش عاوزه اقول مثلا نماذج معينه الافلام او مسرحيات او وهكذا، لكن بنلاقي دايما اطفال مثلا او مدرسه مشاغبين مثلا يعني، فبتقدم ليه نموذج للطلبه بتضايق المدرسين بتاعتها وطلبه مشاغبه وي وي وهكذا. طبعا كل ده بيأثر على مجتمعنا، بيأثر على شبابنا، بيأثر على الجيل اللي طالع. فلازم الإعلام أو وزير الإعلام أو القنوات دي كلها تتصدر لكل القنوات اللي بتقدم الحاجات دي، ولازم تتعامل بشدة وحزم مع أي حد بيقدم فساد أخلاقي أو جرائم في المجتمع، سواء بقى قتل، سواء سرقة، سواء مخدرات أو أي حاجة بتأذي شبابنا وبتأذي الجيل اللي طالع. فلازم القنوات دي تتصدى ليهم بحزم. وكمان لازم واجب عليها أن هي تقدم نماذج مشرفة وتجيب نماذج لقدوة معينة، سواء بقى من الصحابة، سواء من ناس فخورين بيها في الشعب المصري، ناس علماء، ناس حد زي نجيب محفوظ ليه ما نمثلش أفلام أو نعمل مسلسلات عنه، حد من الصحابة، عن أبو بكر الصديق، عن عمر بن الخطاب، حاجات عندنا نماذج كتير جدا جدا دينية ونماذج علمية ونماذج تربوية كتير جدا كان ليها دور وليها تأثير كويس جدا في المجتمع، بدل الأفلام أو المسلسلات اللي ملهاش أي هدف غير التسلية ومجرد تقضية الوقت بس في البيوت المصرية، ولكن للأسف مش كمان تسلية وتضييع وقت بس، لكن كمان بتأذي أطفالنا وبتأذي الأسرة بالكامل. إذا كان الأب أو الأم هيبقوا عارفين إن دي نماذج سيئة ومش هيحاولوا يقلدوها، لكن الأطفال أو الشباب عامة للأسف مش بيبقى عندهم الكلام دوت، لا هم بياخدوا الناس دي قدوة ليهم وبياخدوا إن الشباب دي بتقلدهم وفاكرين إن دي روشنة وإن دي موضة وإن الحاجات دي إن أنا لو عملتها بقى أبقى حد كويس أو إن أنا متابع الموضة، لكن للأسف ده مش صح. فأهم دور هو دور الإعلام، لأن الأسرة مش هتربي لوحدها، المدرسة مش هتربي لوحدها، البيئة مش هتربي لوحدها، الطفل بيبقى عنده كذا وسيلة بيكون منها شخصيته. فلو الأب والأم بيحاولوا إن هم يعالجوا فهنلاقي الإعلام للأسف بيفسد. فياريت يعني أنا بخاطب أي حد مسؤول في الإعلام وأي قناة فضائية إن هي ياريت تتصدى فعلا لموضوع الفساد الأخلاقي والفساد الديني دوت، وتحاول إن هي تعرض على شاشاتها بس النماذج المشرفة والحاجات اللي هي كويسة اللي تفيد أولادنا وأولاد المسلمين كلهم وأولاد كل الشعب المصري عامة، يعني عشان مصلحة أولادنا وعشان مصلحة مجتمعنا، بدل ما يطلع عندنا شخص فاسد، شخص غير صالح، لا يطلع عندي عالم، يطلع عندي نبغى، يطلع عندي حاجة، حد متدين، حد كويس، فليه ما نعملش دوت. فأتمنى بجد يعني من قلبي إن احنا نتصدى الموضوع دوت، خاصة الإعلام. فعلا يا إيمان هو ده اللي كنا النقطة المهمة اللي كنا بنتكلم فيها دلوقتي. أكتر حاجة مؤثرة فعلا على المجتمع المصري هي الشاشة، سواء بقى دراما، سواء إعلام، سواء أي حاجة، الحاجات اللي هي بتتعرض على شاشة التلفزيون دي دلوقتي بقت أخطر ما يكون، لأن هي على فكرة بتوصل أسرع من أي وسيلة تانية عايزة توصلي بيها أي حاجة لأي حد. تمام. فزي فعلا ما بنقول يعني مثلا إيه، أنت تلاقي مثلا في الدراما
بيجيبوا لك الحاجات المتناقضه، يعني مثلا لما يجيبوا لك مثلا رمز ديني، او دايما بيظهروا الشخصيه الدينيه انه بيتاجر بالدين، انه مش سوي، انه مش كويس، انه كذا. انا فعلا في ناس كده، ما احنا مش هننكر، ما ده احنا حقيقي. بننكرش الواقع، بس قصاد ده ما بنجيبش مش النموذج كله، مش الكويس، كله. لا يعني احنا بنظهر بس النموذج السيء، فهماني؟ فليه دايما ودايما الناس بقت يعني مجرد التدين بتاعها بقى مجرد شكلي، مجرد شكليات، مش ملوش علاقة بالمعاملات الصحيحة وبالمعاملات الإنسانية اللي المفروض تكون عليها يعني. فمثلا يجيب لك النموذج السيء بس وخلاص على كده. طب فين النموذج الجيد؟ انت هتعرض ده، خلاص تعرض قصاده اكتر من نموذج جيد، على اساس ان انت برضو لازم تكون واقعي وتكون منطقي، وتكون ما تكونش منحاز لحاجة معينة. برضو موضوع القدوة احنا قلنا ان هو غام جدا يعني، انت فاهمة؟ برضو موضوع فيه برضو موضوع مهم يا ايمان، حتة يعني مثلا انت ممكن يكون المسلسل كله او الموضوع كله بيتقدم بطريقة غير واقعية وخيالية يعني، فهماني؟ بيعرض مثلا ممكن ناس تبقى قاعدة بتتفرج، الناس دول فين؟ مين الناس دول وعايشين ازاي وهم فين؟ حقيقي. فبتخلي الناس ناقمين على حياتهم، وده سبب كتير على فكرة في مشاكل أسرية ومشاكل زوجية، وبقى الناس الزوجات او الأزواج بقوا ناقمين على حياتهم، بقى حاسين احنا ازاي عايشين كده ودول عايشين كده. فاحنا برضو لازم نراعي المجتمع اللي احنا عايشين فيه والطبقة الغالبة على 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 المجتمع المجتمع. ده حقيقي. ما اقدمش نماذج خيالية وغير واقعية، اخلي منها الناس كره حياتها، حقيقي. كره عيشتها، نقمة على اللي هي فيه. وده فعلا سبب كتير قوي، دراسات كتير قالت كده، سبب كتير قوي من مشاكل الزوجية والأسرية والانفصال والطلاق. ف يعني المفروض ده طبعا زي ما احنا قلنا، اذا كان الدراما بتعكس الواقع يبقى خلاص لازم تعكسه صح، لكن أكيد. هي ما تبقاش المؤثرة في الشارع او في المجتمع، بنتنحي بالطريقة السلبية، بتخلي الناس يقلدوا السيء. السيء، وبعدين يقولوا هي الناس جرالها ايه، تمام. فاهماني؟ بس فانا يعني احنا طبعا نتمنى الصلاح طبعا لكل المجتمع المصري. تمام يا نشوى. طيب وقتنا خلص خلاص. طيب تمام، اوكي، الوقت بتاعنا خلص انتهت الفقرة. للأسف. طيب تمام. فنتمنى ان احنا نكون افدناكم واسعدناكم ولو بجزء بسيط جدا، ونتمنى ان احنا نكون اسعدناكم، والى لقاء جديد بإذن الله في حلقة جديدة اذا كان في العمر بقية، إن شاء والسلام الله. عليكم ورحمة الله وبركاته.